انت تدعي ان القذو ولد عليك بالبرهان والدليل، وهذه مساله اخرى سنناقشها، لا تستعجل عليها، لا زلنا الان في اثبات مهدويته قبل ولادته، لكن الرجل مستعجل لانه قد خنق في مساله الادله على مهدويته. سؤال، انت تقول على ان النبي او الامام قال على ان المهدي سيغيب، سؤال جميل جدا، المهدي كم له غايبه؟ صغرى وكبرى، صح ولا لا؟ السؤال، الغيبه الاولى هل كانت تكفي للنجاه من اعدائه؟ تفضل. تفضل. هو الغيبة شنو النجاة من أعداء الغيبة الكبرى؟ هو الله كتب عليه غيبة صغرى. وضح السؤال أكثر يا شيخ. المهدي غاب من أجل ماذا؟ غاب خوفا من القتل من الأعداء. سؤال، المهدي له غيبتان صغرى وكبرى، هل تحقق بالغيبة الصغرى النجاة من الأعداء؟ تفضل. الله كتب غيبة صغرى وكبرى، لا لم يتحقق. يا رجل لم يتحقق، لم يتحقق. هل حصل النجاة؟ لم يتحقق يا شيخ خالد. بالغيبة الصغرى أم لا؟ لم يتحقق، لم تتحقق النجاة. ما سمعته، أنا أريد أسأل، ما سمعته. هل لم يتحقق؟ لا لا أسأل، إذا الغيبة الصغرى لا فائدة منها، لماذا يغيب المهدي غيبة صغرى وتكون هذه الغيبة الصغرى عبثا لا يتحقق بها النجاة؟ هل سؤال رقم اثنين، هل كان الأعداء يستطيعون أن يصلوا إلى المهدي في الغيبة الصغرى ليقتلوه؟ لا لا لا. إذا أنت الآن ناقضت نفسك بنفسك، إذا الغيبة الصغرى حصل فيها النجاة من الأعداء. سؤال رقم اثنين، الغيبة الثانية ممن كانت؟ إذا كان الأعداء قد حصل النجاة منهم بالغيبة الصغرى، الغيبة الثانية ممن كانت؟ من أعدائه أو من أوليائه؟ تفضل. الله كتب عليه غيبة صغرى وكبرى. سؤال لا تدور، الغيبة الثانية كانت من الأعداء أو من الأولياء؟ كانت من الله، أراد أن يغيب. لا ما قلت لك من سببها، هل كان المهدي غاب عن أوليائه أم غاب عن أعدائه بالغيبة الثانية؟ المهدي يشتغل عندك غير يعمل بمقادير الله. معك الوقت الآن، تفضل. خليله الوقت دلوقتي يا شيخ خالد. خليله، تفضل، تفضل يا أستاذ زركوش. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقت تفضل. يقول أن بسم الله الرحمن الرحيم. حبيبي الغيبة ليست العلة التامة أنه لابد أن يغيب لأنه سيقتل، ليست العلة التامة. الله كتب عليه غيبة صغرى وغيبة كبرى، ليست العلة التامة حتى تقول. يقول أنه إذا الغيبة الصغرى لن يتمكنوا من قتله، لماذا يغيب غيبة كبرى؟ الإمام الله كتب له الغيبة الصغرى، هذه الغيبة الصغرى كان الإمام لابد أن لا يغيب تلك الغيبة الكبرى، يتواصل مع الشيعة، كثير من الأسئلة وصلت إليه، أجاب عن تلك الأسئلة، ثم بعد ذلك الله أراد أن يغيب الغيبة الكبرى. بالغيبة الكبرى يبدأ الامتحان والاختبار، من الذي يشك في ولادة الإمام، ينكر الإمام، من لا ينكر. يقول لي لا لا، لماذا يغيب الغيبة الكبرى؟ يسأل الله لماذا غاب بأمر الله. أنت شنو يعني؟ لماذا الله فلق البحر لموسى؟ لو الله ما فلق البحر لموسى، هل موسى سيقتل؟ لماذا النبي يذهب للغار؟ لو النبي ما ذهب للغار، هل سيقتل؟ هاي أسئلة، هاي أسئلة. النبي خرج بأمر الله إلى الغار حتى ينتصر. الإمام الله كتب عليه غيبة صغرى وكبرى. لو مثلا الله ما موجود، هل يصح القرآن والسنة؟ لو القرآن والسنة موجودات، هل يصح وجود الله؟ هاي شنو هذا؟ هذا دين؟ هاي أسئلة هاي؟ زين. شكرا. تفضل يا شيخ خالد. هو بيقول لك ليست العلة تم ان هو سيقتل لان الله هو الذي كتب له الغيبة سواء كانت الصغرى او الكبرى. جميل جميل جدا، جميل جدا. انا سأسأله سؤال، اذا كان الله كتب عليه الغيبة الثانية الكبرى، هل كتبها عليه لسبب او لغير سبب؟ تفضل سريعا. نعم لسبب. لسبب، ممتاز جدا. ما هو هذا السبب؟ سأكتبه عندي، تفضل. وضحت لك، قلت لك السبب، حتى تمضي مقادير الله في الارض وحتى يجري الاختبار والامتحان من هم يشك كما جرى. انا اريد سبب معلوم. لا لا، انت تحيل الى غير السبب الان، الى قدرة الله. السبب معلوم ام غير معلوم؟ سؤال، هل الله سبحانه وتعالى غيب المهدي لسبب معلوم او غير معلوم؟ تفضل. عندنا اسباب، لكن اذا قلت لك ان هذا ليس السبب التام لا يعني انني عاجز. ابرزهم ابرزهم، السبب الابرز، السبب الابرز يا شيخ زركوش. لحظه خلاص انتهي. ان كان الله غيب، ان كان الله غيب المهدي لسبب وهو الخوف من الاعداء، اما ان يكون المهدي غاب بسبب خوفه من الاعداء فهذا قد تحقق بالغيبه الصغرى، فلا داعي للغيبه الكبرى، فتكون الغيبه الكبرى عبثا ولا يجوز للمهدي أن يغيب الغيبة الكبرى. وإن كان أصلا غاب لسبب في الغيبة الكبرى فالسبب ناتج من الشيعة، فالشيعة هم الذين غاب منهم. إذا يلزم الطعن في الشيعة أجمعين أن المهدي غاب منهم، وعندهم روايات أن الله إذا غضب على قوم نحاهم عن جواره. فإذا الله غاضب على الشيعة الآن، والشيعة الآن هم عصاة وضلال. وإن كان الله غيب المهدي لغير سبب لزم بطلان وجوب الإمامة على الله. لماذا؟ لأن الشيعة هم الذين يوجبون على الله أن ينصب إماما. إذا كان الله غيب الإمام بدون سبب لزم أن الإمامة غير واجبة،
وإذا كانت الإمامة غير واجبة على الله لازم أنه ليس هناك ضرورة لوجود المهدي الذي تدعونه وربطتموه بالإمامة. إذن يلزمك أمرين، إما أن تقول الإمامة واجبة على الله وتعلل لماذا غيب المهدي، أما أنك تتأدب مع الله في زمن الغيبة وتسيء الأدب مع الله في زمن فرض الإمامة، وأنه واجب على الله أن ينصب إماما وواجب على الله أن يفعل كذا، وإلا دينه باطل ونبوة النبي باطلة والقرآن باطل، لكن لما تأتي إلى زمن الغيبة تتأدب مع الله وهذا قدر الله ويفعل ما يشاء، ليش ما تقول هذا الأدب مع الله في شأن لما فرضتم على الله أن ينصب معصوما وأن ينصب إماما، وإلا قرآنه باطل ونبوة النبي باطلة وسنة النبي باطلة، أين ذهب ذلك الأدب في وجوبه على الله سبحانه وتعالى؟ إذن لماذا أنا عندما أسألك عن الغيبة تتأدب وتظهر المسكنة مع الله والاحترام لقضاء الله وقدره وأنه يفعل ما يشاء؟ لو قلت لك الله يفعل ما يشاء، ممكن ينصب إمام وممكن لا ينصب إمام وله الخيرة وله المشيئة، قلت لا، لازم على الله ينصب إمام وإلا دينه باطل ونبوة النبي باطلة والقرآن باطل. إذن سيرجع السؤال مرة ثانية، هل الغيبة كانت لسبب أو لغير سبب؟ فإن قلت سبب ضع إصبعك على السبب حتى نعرفه. هل الشيء شكرا يا شيخ خالد، أم الأعداء هم؟ اتفضل يا أستاذ زركوشي، ضع إصبعك على السبب. بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني يقول لماذا لا تتأدب مع الله عندما نقول لك ما هو السبب؟ أنا أقول أنه الإمام عندما يغيب بسبب القحط هذه علة ناقصة ليست العلة التامة، أن الإمام بغيبته ستمتحن الشيعة. إذا ما عرفنا حكمة الله هذا لا يعني أنه يبطل هذا الاعتقاد لعدم معرفة الحكمة أو العلة التامة، هذه الأمور راجعة إلى الله. هو يقول لماذا هنا ترجع الأمر إلى الله تتأدب، وعندما نقول لك أنه لا حاجة لوجود المعصوم لا حاجة لوجود الحجة تقول لا 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 يمكن، لا بد في الأرض من حجة. هذا الأمر الله وضحه عن طريق النبي والأئمة. النبي قال، الأئمة قالوا لا يمكن أن تخلو الأرض من حجة، فأنا أقول بقول الله متأدب بآداب الله أن الأرض لا تخلو من حجة. أما هنا إذا كنت أجهل العلة التامة هذا لا يعني أن هذا الأمر باطل وغير صحيح. فالإمام غاب حتى تمتحن الأمة، بعضهم ينكر الولادة كما امتحن الأنبياء السابقين، امتحننا بالأنبياء السابقين وباختبارات أخرى امتحن هذه الأمة بغيبة الإمام. زين، قبل قليل أحد الأخوة طرح سؤال على تويتر قال لماذا الإمام يغيب هذه الغيبة طويلة، النبي مجرد غاب بالغار وبعد ذلك خرج. نحن بغض النظر عن المدة، المهم أنه ترك قومه وغاب بغض النظر عن طول المدة. الله يقول إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا، كيف يتركهم ويذهب بغض النظر عن المدة؟ المهم تركهم. زين، حكمة الله كذلك الإمام تركنا بعد ذلك يرجع، كما حدث مع شعيب. شعيب غاب غيبة عندما رجع إلى قومه لم يعرفوه لأنه غاب غيبة وهو شاب. شكرا يا شيخ زركوش، وهو ملتحي ما عرف. لك التعليق يا شيخ خالد، تفضل. هو يقول الله سبحانه وتعالى يجب أن يوجد حجة في الأرض، جميل جدا. نحن سنناقش القضايا الأساسية التي هي لب الموضوع. إذا كان الله سبحانه وتعالى أوجبتم عليه أن يوجد الحجة في الأرض، هل الآن الله غيب هذه الحجة لسبب أو لغير سبب؟ سؤال، هو السؤال الأساسي. ها تفضل جاوب عليه. قلت لك عندنا أسباب لكن العلة التامة مو بالضرورة أعرفها. يا رجل إذا أنت لماذا أوجبت على الله في عند الوجوب على أنه لازم ينصب إمام، لكن عند الغياب قلت هو ربما، هل أنا سأسألك سؤال، هل يمكن أن الله يغيب الإمام لغير سبب؟ مو قلت لك عدم معرفة العلة التامة مو معناها يبطل غيبة الإمام. جاوبني على سؤالي، هل يمكن أن يغيب الله الإمام لغير سبب؟ لا لا. إذا جميل، إذا ممتاز، إذا عليك أن تضع السبب الذي سألتك عنه، ما هو السبب في غيبة المهدي؟ إذا كان مستحيل على الله أن يغيب المهدي إلا لسبب، بيّن لي من هو السبب، هل هم الشيعة أم غير الشيعة؟ غير الشيعة حصلت النجاة منهم بالغيبة الصغرى، الغيبة الكبرى كانت منكم أنتم، من شيعته، من أوليائه، أنتم السبب في الغيبة. لماذا؟ ما هو السبب؟ ماذا فعلتم به؟